معنا لمزيد من التعليق هاتفيا من لندن كاتب السياسي مازن التميمي. مرحبا بك أستاذ مازن. إذا استقالة رئيسة الوزراء تريزا مي كانت متوقعة فيما يبدو في ظل هذه الأزمة، أزمة بريكسيت، ولكن برأيك إلى أي مدى ترى أن أوضاع الحزب الداخلية هي التي سرعت بهذه الاستقالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة. نعم، هي الأزمة ليس جديدة وليدة اللحظة، والقرار هو ليس قرار اللحظة بقدر ما أنه تريزا ماي حاولت حقيقة أن تبذل جهود كبيرة لإقناع البرلمان بدعم صفقة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي اللي اتفقت فيه معهم، لكن واجهت معارضة شديدة سواء من حزب العمال أو حتى من داخل الحزب. والحقيقة أكو انقسام داخل حزب المحافظين أزاء هذه المسألة ومسائل أخرى، مما دفع التصويت اللي يعني حاولت هي أن تقوم بعملية تصويت، طرحت الموضوع على البرلمان للتصويت في 15 كانون ثاني من هذا العام، وأيضا حظى المشروع اللي طرحته بمعارضة شديدة. كان عدد المعارضين 432 من مجلس العموم مقابل 202 مؤيد، وهذا يعزز على أنه جزء كبير من أعضاء حزب المحافظين أيضا ضد خياراته أو ضد ما اتفقت عليه. أيضا حاولت أن تسوي جولة أخرى بعد ما خسرت الحكومة الجولة الأولى، وكانت آخر تصويت هو يوم 12/3 من هذا العام، وهي قبل 17 يوم من موعد المقرر للخروج من الاتحاد الأوروبي، وأيضا فشلت في أن تكسب الثقة بالموافقة على هذا الاتفاق، ولذلك هي اضطرت على أن تقدم الاستقالة. وحتى في كلمتها الموجزة قالت أن مصلحة البلاد تقتضي أن يتولى رئيس جديد قد يستطيع أن يحقق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. أنا أعتقد داخل الحزب المحافظين أكو خلافات وأزمة. الحقيقة هي من بداية يعني من زمن كاميرون وترحلت إلى زمن كيزمير، وهناك يعني شخصيات داخل الحزب حتى بالانتخابات التي هي فازت فيها بعد من تحت أنديرا لويس منها في ولكن الآن أستاذ مازن سمحت لي، المرحلة حرجة، يعني مي ستستقيل رسميا في 7 من الشهر المقبل، يعني في غضون أسبوعين. هل تعتقد إلى أن يحل هذا التاريخ يمكن للحزب حزب المحافظين أن يلملم شتاته في ظل تنافس شرس داخل الحزب؟ أنا أعتقد الفترة قصيرة، لن يستطيع أن يعني يرتب البيت داخل الحزب المحافظين، لأنه الأزمة ليس أزمة قليلة، والحقيقة الانقسام حاد وكثير من الأمور بردت على السطح، وهي الحقيقة البعض منها حتى صراعات سياسية. ولذلك أعتقد يعني الجو العام راح يكون ليس بصالح حزب المحافظين في المرحلة القادمة. تعتقد أن نحن أمام انتخابات محتملة؟ أتوقع الجو العام لحزب المحافظين في المرحلة القادمة ربما أيضا نشاهد أو نلاحظ خروج بعض الأعضاء أو استقالة بعض الأعضاء، لأنه الأزمة حادة داخل، يعني هناك انقسام حاد داخل الحزب. وأتوقع هاي الانتخابات اللي صارت عام 17 واللي هي روجت إلها وثقفت إلها خسروا كثير من المقاعد حزب المحافظين، فبالتالي هم في موقف لا يحتد عليه، رغم أن هناك عناصر داخل حزب المحافظين تعتقد أن لديها القدرة أن تنهض وتنتشل الحزب مما هو عليه، لكن في تقديري الشخصي أتوقع يحتاج إلى وقت طويل حتى يستطيع أن يعيد حساباته في ترتيب أموره باتجاه اللي يقدر يحافظ على بقية أو على سمعة الحزب مثل ما كان. ويبدو يعني نحن أمام انتخابات عامة محتملة في بريطانيا، إذا كان بوريس جونسون هو المرشح لخلافة مي بحسب التوقعات، كيف ترى مستقبل بريكسيت فيما لو تولى جونسون؟ هو يعني هو أمام خيارين لا ثالث لهما، يجب أن أولا أما أن ينسحب وأما سيكون مصيره مصير تريزا ماي، لأن هو الإصرار على عملية، يعني الهدف من هاي المعارضة للاتفاق اللي احترمته أنه يريدون يعني البرلمانيين وحزب المحافظين وجزء من حزب المحافظين وحزب العمال أن
قالوا الى تريزا مير والى حزب المحافظين علينا ان نحترم راي الشارع وراي الناخب الذي صوت على الانسحاب بدون قيد او شرط. فبالتالي اذا هو انا في تقديري سيلتزم بهذا الاتجاه وسينسحب ولن ياخذ بالاتفاق، لكن ايضا الاتحاد الاوروبي لا يمكن ان يقبل الانسحاب بدون شروط او بدون اتفاق مبرم، وهذه راح تبقى ايضا معضله ربما تاخذ وقت من الزمن، لكنها بنفس الوقت القرار البريطاني ويعني الشعب البريطاني والبرلمان واضح انه يراد الانسحاب من الاتحاد الاوروبي بغض النظر عن اي اتفاق او اي اي او اي صفقه تكون. من لندن الكاتب السياسي مازن تميمي، شكرا جزيلا لك.